السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة بالحاج ايكونوميست. تتمنى من الله أنكم تكونوا على خير إن شاء الله. فيديو جديد على القناة، هذا الفيديو رقم 8 من سلسلة الشروحات ديال الضريبة على الشركات أو ما يعرف بإلياس لامبو سوغ لي سوسيتي. الفيديو ديال النهار اللي هو الفيديو رقم 8 غنشوفوا واحد ثلاثة ديال لي كونت اللي داخلين في الروبريك ديال شارج ديكسبلواتاسيون، بيان سور البوست ديال اوتر شارج اكستير اللي هما بيان سور لي كونت ديال لوكاسيون و شارج لوكاتيف، لو كونت 6131، الغودوفونس كريدي باي او ما يعرف بالليزينغ 6132، ولو كونت ديال لي زونتروتيان اي ريباراسيون لو كونت 6133. بيان سور هادشي كامل غادي تشوفوه اون ديتاي في الفيديو ديال النهار هذا. نبداو على بركة الله. لوكاسيون شارج لوكاتيف، هاد لو كونت هذا بيان سور كيما قلت لكم راه كاين في البوست ديال اوتر شارج اكستير لو كونت 6131. داكور، هاد لي لوكاسيون شارج لوكاتيف اي سون ديديكتيبل، يعني لونتربريز عندها حق تعتبرهم كوم دي شارج وتنقصهم بيان سور من لي برودوي وتنقصهم بيان سور على فا من لامبو اللي غادي تفيرسي ليطا، ولكن فوقاش عندها الحق انها تعتبرهم ديديكتيبل لوغسكي ريسبكت هادوك لي سي كونديسيون اللي كنت شفت اللي كنا شفنا في البدايه ديال التريتمون ديال لي شارج. يعني هاد لوكاسيون شارج لوكاتيف خصهم ريسبكتيو هادوك لي سي كونديسيون اللي كنا شفنا، لي سي كونديسيون ديال ديديكسيون دون شارج لو كا كونترير اريانتيكي. يعني فاش ما تيحترموش هذوك لي سي كونديسيون اللي كنا شفنا بينهم هذوك الكوزاليتي لانسيدونس الى اخره، ما فهمش فاش ما تيحترموش هذوك لي سي كونديسيون راه بيان سور هذوك لي مونطون اونجاجي ولا هذيك لا شارج اونجاجي اللي اعتبرتها لونتربريز كوم اون شارج في هذه الحاله هذه مثلا ما احترمش هذوك لي سي كونديسيون بيان سور انت خاصك دير ريانتيكي ديال لو مونطون اون توتاليتي. Sont déductibles, faut pas qu'ils déductibles lorsqu'elles sont versées à des tiers. Il y a une entreprise, ça se prend le flux, ça se prend le montant, ça se verse à des tiers, il y a des autres personnes. Mais chez l'IA, ils n'ont pas soi-même. Pour des biens de l'entreprise, pour des besoins de l'entreprise, bien sûr. Il y a une entreprise, c'est ce qu'on carrière maintenant à l'entrepôt, ou là, le maquel, c'est stocké les marchandises d'IA, ou la matière première d'IA, ou les produits finis d'IA, et là, il y a. Ou bien sûr, avec le local, il y a des locations d'IA, bien sûr, ça se verse des sommes d'argent. D'accord. Ou bien sûr, hadouk le versement ديال هادوك لي سوم دارشو راه ils sont versés à des tiers, يعني des autres personnes autres que l'entreprise ou la société. D'accord. Donc ils sont déductibles, يعني il faut que tu sois déductible فاش يتفرسا à des tiers et non pas soi-même. يعني ماشي تتفرسيهم راه تعتبرهم كوم شارج وهي راه هي اللي مسبورت هي اللي مبيرسيهم وهي اللي تعتبرهم شارج. فهمتوا كيفاش؟ هي اللي قبضت لا سوم دارجو وهي اللي فيرسات. فهاد الحاله هادي بيان سور راه هي اللي ريانتيكي. D'accord. ولكن فوقاش تكون ديكتيف فاش يتفرسا à des tiers. Pour les loyers versés d'avance et les cautions. Il y a donc les tamanates, ou les loyers, avec les sommes qui sont attendues comme avance. Ou les cautions, bien sûr, qui sont attendues parmi les charges. Alors, bien sûr, ce sont des immobilisations financières. Alors, il y a le compte du juge Arbatimli, ou les dépôts et cautions versés. Alors, le compte est enregistré avec les loyers versés d'avance. يعني مثلا اونتربريز تقدر تفيرسي واحد تقدر مثلا واحد تفيرسي واحد 3 سنين ولا 4 سنين ديال لوايي دافونس نورمالمون هاد لي فورس لي فيرسمون هادو راه تيتونجيسترو بيان سور في هاد لو كونت ديال جوج 486 ديبو اي كوسيون موفيرسي ايموبيليزاسيون فينونسيير. ودايوغ هاد لو كونت ديال لي ايموبيليزاسيون فينونسيير راه كاين في الاكتيف ايموبيليزي والاكتيف ايموبيليزي شنو تلقاو فيه لي كونت كي تيتونجيسترو ولي زوبيراسيون وداكشي اللي كيدو غابل بلوس دان نو. داكور، داكشي باش حنا درناهم في هاد لو كونت ديال ديبو اي كوسيونمون فيرسي. يعني راه ايموبيليزاسيون راه اكسيب ايموبيليزي اي نون با ان شارج، يعني لا كلاس 2 ماشي لا كلاس 6 اي نون با ان شارج دونك اريانتيكي لا توتاليتي دو مونطون. يعني انت فاش تلقى مثلا في شي اكزام ولا في شي اكزيرسيس بان لونتربريز عطات واحد لوي كوم افونس ولا كوم كوسيون ولا عطات واحد الضمانه، يعني هادوك الفلوس اللي عطات لونتربريز راه ما عندهاش الحق تعتبرهم شارج، ما عندهاش الحق تكونتابيليزيهم في هاد لو كونت ديال لوكاسيون شارج لوكاتيف، ولكن عندها الحق تكونتابيليزيهم في هاد لو كونت ديال ايموبيليزاسيون فينونسيير لو كونت 2406 ديبو اي كونسيومون فيرسي. داكور، راه تتعطى بزاف هاد القضية هادي، تلقى بزاف لي زيكزامان، تلقى بزاف لي زيكزيرسي، دونك ردوا البال مزيان هاد لو بوان هادا، راه كتبتو بالاحمر باش نديرو الانتباه ديالكم. توجور افيك لوكاسيون شارج لوكاتيف، دابا نورمالمون هاد لوكاسيون شارج لوكاتيف شنو تيتحكم فيه؟ هو بيان سور لي سات برانسيب كونتابل، راه يجير كاع هاد لي كونت كامل ديال الكونتابيلي ديالنا، ولكن بلو بريسيزامون هاد لو كونت هادا ديال هاد البرانسيب ديال سبيسياليزاسيون ديال ليكزارسيس. علاش؟ بارفو كيما تتعرفوا لونتربريز ما نسبقوش الاحداث حتى نوصلوا ليكزارسيس، وغادي نشرح لكم مزيان هاد البرانسيب ديال سبيسياليزاسيون ديال ليكزارسيس. دابا هاد لوكاسيون شارج لوكاتيف فيها جوج ديال الحالات، كاين الحالة الأولى هي سي لو كونتابل أبيان ريسبكتي لي طرافو دو فان ديكزيرسيس،
يعني في لا فان ديكزيرسيس كما تعرفون تربي سيت واحد المجموعه ديال لي ترافو تسمى ترافو دافونتير ولا ترافو فان ديكزيرسيس داكور. و بارمي هاد لي ترافو هادو تدير لا ريغولاريزاسيون ديال سيغتان كونت ديال برودوي اي شارج داكور. تتريغولاريزي لي كونت برودوي لي كونت ديال لي شارج. علاش علاش شنو اللي خلات دير لا ريغولاريزاسيون؟ راه هاد لو برانسيب ديال سبيسياليزاسيون ديال لي ديكزيرسيس. يعني كل اكزيرسيس اي دو سيبورتي سي بروبر شارج وكل اكزيرسيس عاوتاني خصو يستافد من هادوك لي برودوي ديالو داكور. باش انا ما نخليش انا واحد الاكزيرسيس اي سيبورتي دي شارج ديال واحد الاكزيرسيس اللي هو فات ولا جي من قبل ولا جي من بعد داكور. يعني كل اكزيرسيس خصو سيبورتي لي شارج ديالو ويستافد من لي برودوي ديالو. وشكون اللي شكون اللي تيأثر هادشي؟ راه تيأثروا هاد البرانسيب ديال سبيسياليزاسيون ديال الاكزيرسيس. دابا الكونطابل دابا في هاد الحاله الاولى الا لو كونطابل دار هاد لي طرافو ديال لا ريغولاريزاسيون وسيبورتا كل اكزيرسيس عطاه لي برودوي ديالو عطاه لي شارج ديالو بيان سور بلو بريسيزامون لي شارج. الا الكونطابل عطاه كل اكزيرسيس لي شارج ديالو سيبورتا كل اكزيرسيس كونطابل شارج ديالو هنا راه غيانا سينيالي. يعني الكونطابل دار خدمته. فوقاش يوقع المشكل هو في الحاله الثانيه سي لو كونطابل ان با بيان ريسبكتي لي طرافو د فان ديكزيرسيس. يعني ما دارش لا ريغولاريزاسيون ديال لي كونط بيان سور لي كونط ديال لي شارج ما دارش لا ريغولاريزاسيون مثلا ديال هاد لو كونط ديال لوكاسيون شارج لوكاتيف. احنا ناخذ اكزومبل باش نفهموا اكثر. parmi les charges comptabilisées عندنا واحد اكزومبل. parmi les charges comptabilisées يعني parmi les charges اللي كاين في الكلاس 6 كاين واحد 60000 درهم ديال 60000 درهم كي ريبريزونت واحد لو مونطو دو لوي انيوال دان انتروبو كي اكسبلواتي بار لا سوسيتي دات دو سيغناتور دو كونطرا اي لو 1/5/2021. دابا عندنا parmi les charges يعني parmi les charges اللي هما كونطابيليزاهم لو كونطابل parmi les charges اللي دوز في الكلاس 6 دوز واحد لو مونطو ديال واحد لوي دوزو في هذا لو كونط ديال لوكاسيون شارج لوكاتيف بشحال كون ديبيتا هذا لو كونط ديبيتا ب 60000 درهم داكور. وهذه ريبريزونت واحد اللوي انيوال يعني لونتربريز كرات واحد لونتروبو باش دير بقا دير لونتروبوزاج ديال لي برودوي ديالها ولي مارشانديز ديالها الى اخره. وبيان سور هاد الكونطرا هادي اللي سناتها مع هذاك المالك ديال هذاك لونتروبو راها انيوال وركوف واحد لا بيريود ديال من واحد 5 بيان سور 12 شهر من لو 1/5 حتى لو 34/2022 بيان سور حسبتو غتلقاو 12 شهر 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 داكو. دابا الى لاحظتوا هنا عندنا دوز اكزيرسيس لحقاش كما قلت لكم هذا الكونطرا ديال اللوي راه انيوال. كاين ليكزيرسيس فيه الاول ديال 2021 وقبضه واحد لابارتي من ليكزيرسيس 2022. ليكزيرسيس ديال 2021 راه قبضه 8 موا وليكزيرسيس 2022 يكوف واحد لابيريود ديال 4 موا داكور. يعني في هذه الحاله هذه خص الكونطابل يدير هذوك الترافو يدير لا ريغولاريزاسيون ديال هذا لو كونط ديال لوكاسيون شارج لوكاتيف داكور. يعني باش ينقص خص ينقص من هذا لو كونط هذا خص ينقص داكشي اللي عنده علاقه بديال لي موا اللي ديال 2022 باش ما يسيبورتيش ليكزيرسيس 2021 ما يسيبورتيش هاد 60000 درهم. علاش؟ لحقاش ليكزيرسيس 2022 حتى هو راه مستفد من هاد لا شارج هادي داكور. يعني حتى 2022 خصو حتى هو ياخذ واحد لابارتي من هاد لا شارج هادي سيبورتيها. هذا هو البرانسيب ديال سبيسياليزاسيون ديال لي زيكزيرسيس. يعني كل اكزيرسيس دو سيبورتي سي بروبر شارج داكور. يعني هاد ربع شهور ديال 2022 ما عندش الحق نحسبها على 2021 هي نورمالمون داخله في 2022 راه 2000 ليكزيرسيس 2022 هو اللي دو سيبورتي داكور. شارج ديال 2021 دابا باش نلقى لا شارج ديال 2021 شنو هي؟ هي نقبط لا فالور لوكاتيف يعني هذيك 60000 درهم مقسمه على 12 شهر. فاش نقبض 60000 درهم وتقسم على 12 شهر غتعطيني شنو؟ تعطيني اللوي مونسيوال. لحقاش 60000 درهم راه اللوي انيوال ولكن قسمت على 12 شهر تعطيني اللوي اني مونسيوال ديال كل شهر. وبيان سور غادي نضربها في لي موا ديال 2021 عندنا وي موا انتما 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني 60000 درهم مقسومه على 12 شهر مضروبه في 8 غتعطيني 40000 درهم. دابا 40000 درهم راه هي اللي ديدكتيبل اون 2021 يعني لونتربريز عندها الحق تعتبر هاد 40000 درهم هاد 40000 درهم هي اللي كوم ان شارج. ولكن هذيك 2002 وكاين هذاك الشيء اللي زايد على 40000 درهم اللي هو بيان سور 20000 باش نوصلوا 60000 راه ما عندهاش الحق تعتبر كوم شارج لحقاش عنده علاقه بالاكزيرسيس ديال 2022. نشوفوا دابا لي شارج ديال 2022 نورمالمون غادي نقطع 60000 درهم هي لا فالور لوكاتيف مقسومه على 12 مضروبه في 4 موا ديال 2022 بيان سور تعطيك 20000 درهم 20000 درهم بلس 40000 درهم تعطيك هي 60 تعطيك هي 60 تعطيك هي 60 1000 درهم داكور اللي هي لا فالور لوكاتيف توتال ديال هاد لو لوي. و بيان سور هاد 20000 درهم راه ديدكتيبل اون 2022 ماشي اون 2021 داكور. هادي هي لا ريغولاريزاسيون كو تدار نورمالمون ما عندش الحق لونتربريز تعتبر هادي 60000 درهم كامله كوم ان شارج في 2021. علاش؟ لحقاش كاين واحد لابارتي من هاد 60000 درهم اللي هي 20000 درهم اللي خصها فين دوز دوز في الكونتابيتي ديال 2022 كوم اون شارج داكور. مونت اورينتيغري هو 20000 درهم
علاش هاد المليار كيما قلت لكم لحقاش هادي راه ديال 2022 وصلوا للبرانسيب ديال سبيسياليزاسيون ديال ليزيكزارسيس. هاد 20 مليار راه نورمالمون اي دوات اتر سوبورتي باغ ليزيكزارسيس 2022 ماشي 2021 لحقاش حنا راه تحسبوا الياس ديال 2021 يعني في شهر 12 هنا في لافان ديال ليكزيرسيس نورمالمون اون دوا غوترونشي ما خصهاش تبان في لي شارج ما خصهاش تكون هاد ما خصهاش يكون هاد لو مونطو خصو يظهر يبان فقط هاد لو مونطو ديال 40 الف درهم وبيان سور هادشي راه كاين واحد لا تكنيك اللي تتسمى لا ريغولاريزاسيون ديال لي كونط ديال لي شارج بيان سور تبدا على لافان دو شاك ليكزيرسيس كونطابل. نشوفو دابا لو كونط الثاني ديال غودوبونس دو كريدي باي او ما يعرف بالليزينغ لو كونط ستا واحد ثلاثة جوج. Il s'agit d'un contrat de location, bien sûr, d'un contrat de location, d'un bien mobilier ou immobilier, c'est-à-dire qu'on mobilier ou immobilier, avec option d'achat. Bien sûr, c'est ce qu'on fait à la fin, nous avons l'option d'achat. Il y a la fin, avec le mobilier ou l'immobilier, d'accord ? À la fin du contrat. Le locataire a plusieurs possibilités. Il y a la fin du contrat, il y a le leasing ou le crédit bail. Le locataire a plusieurs possibilités. Parmi les possibilités, il y a le levier de l'option d'achat. Il y a la fin de d'accord ? Ceci se fait contre ce fait. Ceci se fait contre paiement de prêt prévu au contrat. Et ni la fin du contrat ou la fin de la durée de la location de le bien mobilier ou immobilier, avec le charge de quelqu'un qui est locataire, quelqu'un qui est avec le bien mobilier ou immobilier, reçoit verser la somme d'argent le malik de la mobilier ou l'immobilier, mais je ne sais pas le malik de la mobilier ou l'immobilier qui est carré. D'accord, le locataire, le charge de quelqu'un qui est devient propriétaire. Il va verser la somme d'argent le début de la location. Alors bien sûr, la fin, le charge de quelqu'un avec le bien, il est le propriétaire de qui l'a loué. Bien sûr, avec la somme d'argent qui est versée à l'eau, c'est un investissement. D'accord, راه ما بقيناش هنا دابا ما بقيناش نهضر على شارج، راه حنا ولينا نهضر في الانفستيسمون، ولا ولينا نهضر في الانفستيسمون حنا مشينا لاكتيف، يعني بالضبط راه فين راحنا؟ راحنا في لاكتيف ايموبيليزي، يعني راهنا ولينا في اكتيف ايموبيليزي اي نو با اون شارج، داكوغ؟ يعني هذيك لا سوم دارجون اللي غادي يعطيها هذاك لو لوكاتير، هذاك الشخص اللي كان كاري هذاك الموبيلي ولا هذاك الايموبيلي، هذيك لا سوم دارجون غتعتبر كوم اون انفستيسمون. تعتبر انفيستيسمون راه ماشي شارج يعني خصني كونتابيليزيها في لاكتيف ايموبيليزي بيان سور سا ديبون ديال هذاك هذاك الموبيلي ولا هذاك الموبيلي واش ماتيريال دو ترونسبور ولا موبيلي دو بيرو الى اخره اي نو با اون شارج اي دو اتر امورتي ان بيان سور هذاك بيان سور فاش تدخل في لاكتيف ايموبيليزي ولا تولي انفيستيسمون هذيك لا سوم دارجون راه اي دو اتر امورتي يعني تديروا لامورتيسمون ديالها وبيان سور ديك ليزانويتي دامورتيسمون ديالها تعتبر كوم دوتاسيون ديكسبلوطاسيون دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون ولونتربريز بيان سور عندها الحق انها دوزو باغمي لي شارج وبيان سور ايسون ديديكتيف اوتون كون شارج دو ليكزيرسيس بيان سور راه كل اكزيرسيس تعتبرو كوم اون شارج تيتنقصو من لي برودوي sont déductibles bien sûr à des redevances de crédit bail s'ils respectent les 6 conditions de déduction d'une charge. Le cas contraire à rien intégré. Il y a des 6 conditions de déduction d'une charge. Il y a ce qu'on dit, ce qu'on a fait, nous avons dit, nous avons dit, il respecte les 6 conditions. Il dit que c'est un truc moi à rien intégré ou là, l'entreprise ou là, rien à signaler. D'accord ? Dotation d'exploitation d'amortissement du bien objet de contrat sont déductibles chez la société de leasing et non pas chez la société locataire. Rien de tel. Le point d'arrêt moyen bizarre, tu vas voir que les exercices ou les examens, au moins, parfois, tu vois que le propre est l'entreprise de vous les dotations d'exploitation d'amortissement avec le bien qu'il a. Maintenant, tu vois que dotation d'exploitation d'amortissement du matériel de transport. Tu vois que le matériel de transport est objet de contrat crédit bail. Là, objet de il fait partie ou la d'arrêt de leasing. مثلا والونتربريز قبضاتو وعود وكونستاتات عليه لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون ودوزاتهم بارمي لي شارج يعني فهاد الحاله هذا لونتربريز ديالنا اللي تنحسبوا الياس ديالها هاد السيناريو هذا راه تنقولها راه ما عندكش الحق علاش ما عندهاش الحق نورمالمون راه لا سوسيتي بروبريتير الشركه اللي تدير الليزينغ والشركه اللي هي المالكه ديال هذاك الموبيلي ولا هذاك الماتيريال دو ترونسبور راه هي اللي عندها الحق تكونستاتي لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون زامورتيسمون ماشي الشركه اللي كاريه ماشي لو لوكاتير داكوغ le propriétaire ou l'un de leurs parents ne tabron est tabron constater les dotations d'exploitation aux amortissements ramassé le locataire il est là que c'est un locataire il y a la société les assemblées d'elle que c'est deux êtres parmi les charges dotation d'exploitation aux amortissements d'un matériel de transport acquis dans le cadre d'un crédit bail acquis dans le cadre d'un contrat de crédit bail rafael haladin quand tu as donc les dotations d'exploitation aux amortissements je ne dis l'homme un dit l'homme à rien intégré la société اعتبرتهم كوم شارج ونقصاتهم لي برودوي باش حصلت على الريزولتا نيت كونطابل انا غادي نغيانتيغريهم داكو باش في لافان نحصل على الريزولتا نيت فيسكال داكو
مازال توجور في الغضون كريدي بايل ولا ليزينغ، عندنا واحد الكا بارتيكولي اللي هو مهم بزاف ديال هاد الفواتير دو توريزم، وهاد الفواتير دو توريزم تقدر تشوفوها ديما بزاف في هاد التريتمون ديال لي شارج، مازال غادي نشوفوها عاوتاني في دوتاسيون دوكسبلوطاسيون زامورتيسمون. الفواتير دو توريزم اللي رجعتو لارتيكل 10 من الكود جينيرال ديال لي زامبو، غادي تلقاو ان هاد لارتيكل هذا بيان سور فيه واحد المجموعه ديال لي بوان، تيتريتي واحد المجموعه ديال لي بوان، وبارمي هاد لي بوان اللي هضر عليهم هضر على الفواتير دو توريزم، فاش تكون اكيد لو كادر ديال هاد الغضون ديال كريدي بايل وهاد ليزينغ هذا. Quelle que soit la redevance que l'entreprise paie, et qui m'a pas de compte la redevance qui dépaille l'entreprise qui a ça, le montant déductible ne doit pas dépasser la part de la redevance qui est égale à 6,9 dirhams TTC, bien sûr. Alors, علاش تي سي سي؟ علاش لحقاش هذا الكود هذا اللي جينا هذا لامبوز؟ يقول بان لامورتيسمون اوتو ديال 20% باغ اون، يعني لونتربريز عندها الحق هذيك لا غودوفونس كامل هذاك المونطون ديال الواي جينيرال ولا جلوبال، عندها لونتربريز حق تامورتيه على 5، يعني تقبض هذاك المونطون جلوبال ديال هذاك الواي اللي اتفقوا عليه اللي اتفقت عليه الشركه مع هذيك لا سوسيتي، وغادي تقسمو على 5 ولا غادي تضربو 20%، هذاك المونطون اللي غادي يعطيك راه هو اللي عندك الحق، هو اللي عند لونتربريز الحق تعتبركم ان غودوفونس دو كريدي باي، هو اللي عنده الحق لونتربريز تعتبركم ان شارج، اللي هو بيان سور باغ دو دو موسكي نو سي ما خصش ديباسي 60000 درهم، داكوغ 60000 درهم تي تي سي بيان سور باغون، ما خصوش يفوت 60000 درهم، الا كان فايت 60000 درهم تنغي يعطيك هذاك الشيء اللي فايت 60000 درهم، الحق 60000 درهم عندها الحق لونتربريز تعتبركم ان شارج، كوم اون غودوفونس دو كريدي باي، ولكن داك الشيء اللي فايت 60000 درهم راه زول غيانتيكي، مثلا لقيت انا مثلا 70000 درهم راه 60000 درهم عندها الحق تعتبرها كوم شارج، شنو غيانتيكي؟ انا غيانتيكي 10000 درهم، هي اللي ما عندهاش الحق تعتبرها كوم اون غودوفونس كريدي باي، وبيان سور هذيك 10000 درهم راه تي تي سي، و 60000 درهم بيان سور تاهي راه تي تي سي. سور لا بارتي دو بخي فيكول كي نكسيد با 300000 درهم تي تي سي، وبيان سور هاد 20000 درهم هاد 20 هاد لوطو ديال 20% ديال لوطو دامورتيسمون ديال هذاك المونطو جلوبال الى اخره، راه بيان سور تتابليكا على هاد المونطو ديال لوفوتور دو توريزم اللي لا فالور ديالها توتال ما خصهاش تفوت 300000 درهم تي تي سي، بيان سور تنخدمو ديما بتي تي سي. كيفاش لقينا 60000 درهم؟ راه هي 300000 درهم تي تي سي فوا 20% هي 60000 درهم تي تي سي، ولا 300000 درهم مقسومه على 5 غتعطيك 60000 درهم تي تي سي بيان سور باغ، يعني كل سوسيتي عندها الحق تعتبر دوز كل عام في لي غودوفون دو كريدي باي 60000 درهم عندها الحق تعتبر بيان سور تي تي سي، فاش تكون لونتربريز دايره ثاني واحد الكونترا ديال الكريدي باي على واحد لا فواتور دو توريزم بيان سور، وبيان سور كيما قلت لكم في هذا الكود جينيرال دي زامبو قال لك بان لا فالور توتال ديال هذيك لا فواتور دو توريزم ما خصهاش تكون فايته 300000 درهم، وخصها تامور تاع 300000 درهم سوغ واحد لا دوغي ديال 5 ولا تضربها ب 20% ولا روتو ديال 20%، بيان سور غتلقى بان كل عام لونتربريز عندها الحق تعتبر 60000 درهم كوم اون غودوفونس دو كريدي باي، وبيان سور راها تي تي سي، علاش؟ لحقاش تحسبات على لو مونطون تي تي سي. اي حاجه عندها علاقه بهاد لافواتور دو توريزم راه تدخل في لي شارت تدخل تي تي سي، حقاش على كيزيسيون ديال فواتور دو توريزم راه تتكونتابيليزا في لاكتيف ايموبيليزي بلو مونطون تي تي سي. مازال ان شاء الله غادي نتعمقوا شي اكثر فاش غنوصلوا لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون وزامورتيسمون، ليسونسيال بور لو مومون عقل هاد على هاد لوكا دي بارتيكولي ديال فواتور دو توريزم بان لونتربريز عندها الحق تعتبركم اون غودوفونس كي دي باي ديال فواتور دو توريزم 60000 درهم تي تي سي بيان سور باغ اون، داكشي اللي فايت 60000 درهم اغيان ديك. Les entretiens et réparations, le compte c'est la 1-3-3. Sont déductibles bien sûr toujours s'ils respectent les 6 conditions de déduction d'une charge. Et là, je vais vous les 6 conditions que nous avons في التريتمون في اول فيديو ديال التريتمون ديال الشارج بيان سور غادي نقطع دوك لي زونتروتي دوك لو مونتو ديال لي زونتروتي ريباراسيون و نغي انتيغري. Ils ne sont pas déductibles si les réparations sont liées à un matériel qui est totalement amorti ou n'appartient pas à la société. D'accord. Parfois, شنو تيوقع؟ تيوقع بان لونتربريز عندها واحد الماتيريال اللي هو توتالمون امورتي، بوسك انا توتالمون امورتي يعني راه لونتربريز الا ريكوبيري هذاك المونتو ديال الانفستيسمون، الا ريكوبيري المونتو باش دارت لاكيزيسيون ديال هذاك هذاك الماتيريال بيان سور اترافيغ كوا؟ اترافيغ هذوك لي دوتاسيون دوكسبلوطاسيون زامورتيسمون اللي كانت تكونستاتي كل عام، داكوغ؟ يعني اي حاجه عندها علاقه واي اونتروتي ولا اي ريباراسيون عندها علاقه بواحد الماتيريال اللي هو توتالمون امورتي زول غيانتيكري. داكوغ هذا من جهه، من جهه اخرى عاوتاني تقدر لونتربريز دير لونتروتي ريباراسيون ديال واحد الماتيريال نابارتيان با لا سوسيتي، مثلا نعطيكم اكزومبل، مثلا تقول لك لونتربريز مثلا الى سيبورتي واحد مثلا 20000 درهم كوم شارج كوم اونتروتي ريباراسيون مثلا ديال لا فواتور دو لا فام دو دو ريجون، داكوغ؟ ولا مثلا لونتروتي ريباراسيون ديال لا فواتور بيرسونيل ديال الديريكتور. هاد لي زونتروتيان ريباراسيون هادو راه عندهم علاقة بواحد واحد الماتيريال دو ترونسبور، عندهم علاقة بواحد ليموبيليزاسيون كي نابارتيان با لا سوسيتي،
D'accord, je connais Mbsef, mais l'immobilisation. Alors, Mbsef, déjà, il est à la société. En plus, il ne fait pas partie du patrimoine, le patrimoine, mais quel est le patrimoine d'hier? D'accord? يعني انا فاش غادي نلقى واحد لوتروتير ريباراسيون عنده علاقه بواحد ليموبيليزاسيون ولا عنده علاقه بشي حاجه كي نابارتيان با لا سوسيتي ما كاينش في لا كونتابيليتي ما كاينش في البيلون ديال لا سوسيتي ما كاينش في الباتريمون ديالها جو دو ريانتيغري لو مونطون اون توتاليتي هادو جوج ديال الامور نقلو عليهم الماتيريال توتال مو امورتي والليموبيليزاسيون كي نابارتيان با لا سوسيتي لي زونتروتير ريباراسيون ديالهم ريانتيغري ne sont pas déductibles aussi à réintégrer le montant en totalité, sinon, au moins qu'ils ont entretien et réparation qui ont un objectif de prolonger la durée de vie d'un élément de l'actif immobilisé. Maintenant, c'est ce qu'on a de l'immobilisation, surtout comme le bon exemple, au moins que les sociétés de transport. Les sociétés de transport, bien sûr, les sociétés de l'actif immobilisé, ils ont besoin de faire. Ils ont besoin de faire le montant le plus le montant le plus grand qu'il y a. كيف هي كيف ماتيريال دو ترونسبور علاش لحقاش هذاك لو كونط ماتيريال دو ترونسبور غتلقى بان الكابيتال تقريبا واخد واحد 80 ولا 70% من الكابيتال علاش لحقاش هذوك لي سوسيتي هاد النوع ديال السوسيتي دو ترونسبور تيخدموا بالماتيريال دو ترونسبور اما دي كاميون ولا دي فواتور الى اخره واخا دابا فاش تكون عندها لا سوسيتي تدي مثلا الترونسبور بيان سور ناخذ هنا اي نوع ديال الترونسبور تعرفوا هذوك لي موين دو ترونسبور ديال الشركه تيقطعوا مسافات طويله داكوغ وفاش تقطع واحد الموبيزاسيون مثلا واحد الكاميون تيقطع واحد تيقطع واحد المسافه طويله بيان سور هذاك الموتور ديالو الموتور ديالو ولا الفيكول هو كامل الكركاس ولا الموتور ديالو الى اخره بيان سور مع لو طوم تيعيا داكوغ متبقاش عنده ديك لا بويسونس باش انه يطلع مثلا في العقبه باش انه يجر الطوناج انه متقدرش يبقى يهز الطوناج اكثر الى اخره يعني تسكيفي هذيك سميتو هذيك لا كاباسيتي ولا هذيك القدره التحمليه ديال هذيك الموبيزاس تتنقص فاش تنقص هذيك القدره التحمل ديال الموبيزاسيون بيان سور سورتو اللي كانت لونتربريز في واحد المكان اللي هو بيان سور فيه المرتفعات ولا في الجبال الى اخره يعني هذوك الماتيريال ترونسبور ما يقدرش يطلع في هذوك الجبال دونك في هذوك لي مونطاي سكي بيغ لونتربريز تدير تقبط هذاك الموتور ديال هذاك مثلا ديال هذاك تقبط هذاك الموتور ديال هذاك الموبيزاسيون تتبدلو تدير موتور واحد اخر داكوغ فتحيد هذاك هنا هو الاصل هذاك الموتور هذاك الكاميون الكامل شنو هو القلب ديالو شنو هو القلب ديالو هو هذاك الموتور يعني فتحيد لونتربريز تحيد الموتور لهذاك ليموبيزاس هذاك الكاميون تحيد هذاك الموتور تدير موتور جديد شنو دارت هنا راه دخلت دماء جديده في هذاك الكاميون يعني شنو دارت راه الى برولونجي لا دوغي دو في هذاك الكاميون داكوغ او ما الى كان هو هذاك الكاميون غنخدمو به 5 سنين او غتخدم به لونتربريز اكثر من 5 سنين وتخدم به 6 سنين ولا 8 سنين داكوغ شنو وقع هنا ولا برولونجي لا دوغي دو في ديال هذاك لي هذاك لي مو بيان سور ديال لاكتيف ايموبيز هذا السيناريو اللي عطيتكم هذا بيان سور كاين بلوزور سيناريو انا دابا السيناريو اللي تحليف في عقلي في هذا المومو هذا السيناريو اللي عطيتكم الا لونتربريز دارت بحال هذا السيناريو هذا بيان سور هذاك لا فالور هذاك الموتور باش شراته راه ما عندهاش الحق تعتبرو كوم ان شارج وحنا غادي نشوفوا ليكزومبل كاين حاله ثانيه ديال لي زونتروتير ريباراسيون كي ان اوبجيكتيف دوغمونتي لا فالور دان لي مو ديال لاكتيف ايموبيز مثلا عندنا واحد الموبيزاسيون كما قلت لكم مثلا الكركاس واحد الموبيزاسيون مثلا ناخذ ماتيريال دو ترونسبور الكركاس ديالو ولا عيان مابقى فيه ما يتشاف قطعت لونتربريز حلقات عليه بدلت له بدلت له مثلا الصباغه بدلت له المجموعه دارت عليه واحد المجموعه ديال التعديلات هنا في لونتربريز دارت عليه هذه المجموعه ديال التعديلات شنو دارت هنا نورمالمون الا اوغمونتي لا فالور ديال هذيك الموبيزاسيون نورمالمون كون حطينا هذيك الموبيزاسيون في السوق كيما تيل كيما هي راه ماشي نفسها ما تجيبناش نفس الثمن كما في السيناريو الثاني فاش حلقات لونتربريز على هذيك لي موبيزاس وقادتها مزيان عاودت لها الصباغه عاودت لها البنوات الباربريزات الكاروسري عاودت الصالون الى اخره عاودت داكشي كامل في هذيك لي موبيزاس بيان سور لي دوز موبيزاس اللي حطيناهم في المارشي راه ما يجيبوناش لا ميم ما يجيبوناش واحد الا بغينا نبيعهم راه ما يجيبوناش لو ميم مونطو علاش لحقاش وحده قلنا اوغمونتي لا فالور ديالها لحقاش عطينا جددناها والاخرى بيان سور كانت الحاله ديال كما هي يعني لونتربريز في هذه الحاله لان فاتت الدور بواحد ليموبيزاسيون تتبدل مثلا البنوات والصباغه وتتحلق عليها وتتعاود تاوغمونتي لا فالور ديالها بيان سور هادي زونتروتيان وريباراسيون راه لونتربريز ما عندهاش حق تعتبرو كوم اون شارج راه في هذه الحاله هادو اش دوا ريانتيغري لو مون داكور كار لي سوم دارجون اونجاجي سون كونسيديري كوم ايموبيليزاسيون امورتيسابل يعني هاد لي سوم دارجون فاش تكون طرق غادي تبدل الموتور ديال تبدل الموتور ديال واحد الكاميون ولا غادي تعتني بواحد ليموبيليزاسيون باش اوغمونتي لا فالور ديالها بيان سور هاد لي شارج هادو ولا هاد لي سوم دارجون راه هادو اي سون كونسيديري كوم ايموبيليزاسيون اي سون امورتيسابل داكوغ راه اي سون با كونسيديري كوم دي شارج شوفوا ان اكزومبل عندنا واحد l'exemple du changement d'un moteur d'une camionnette.
فتتكون اونتربريز مثلا بتلات الموتور ديال الكاميونيت كما بغات تكون، سواء خدامه بين اونتربريز ولا اكسيدونتي داكور، راه لي شارج نون ديديكتيبل في هذه الحاله هذه، راه شي شارج اللي هي نون ديديكتيبل كما قلت لكم، هاد 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 لي شارج ولا هاد لارجون اونجاجي ولا هاد لي مونتو اونجاجي، راه بيان سور اي سو كونسيديري كوم زيموبيزاسيون اي سو امورتيسور، راه دونك اي نو سون با ديديكتيبل. الا لقيتوها مثلا بحال هاد الحاله ديال شونج موتور دان موتور ديال كاميونيت، في هذه الحاله هذه نقرطو انا شنو غندير له، جو ريانتيغري لو مونتو اون توتاليتي. باغ كونتر الى لونتربريز دات لو شونجمون دا بار بريز، مثلا واحد بار بريز سيرفيس، مثلا واحد لا كاميونيت مثلا شير شي واحد على الحجره، على واحد لا كاميونيت شي دري صغير مثلا شير على واحد لا كاميونيت بحجره، سيرفيس بار بريز، الى سيرفيس داك بار بريز وبدلات لونتربريز بيان سور ديش شارج اللي هي ديديكتيبل، بيان سور الى بدلنا داك بار بريز نورمال تبدل هذاك بار بريز، راه فاش تبدلنا ونا با اوغمونتي ونا با برولونجي لا دوغي دو في هذيك لي موبيزاسيون داكور، اون بلوس ونا با اوغمونتي لا فالور ديالها ونا غيان شونجي شونجينا غير واحد لي ليمون مثلا، ولا مثلا بدلنا واحد البنو ولا مثلا بدلنا كيما قلت لكم بار بريس، هادو هما لي شارج تعتبر دي شارج اللي هما ديدكتيبل حقاش ما تيقيسوش في لو فون ديال ليموبيليزاسيون، ما تيبدلو ما تيأوغمونتيو لا لا دوغي ديالها، ما تيأوغمونتيو لا ما تيبرولونجيوش، ما تيأوغمونتيو يعني ما تيطولوش الامد الحياه ديال هذيك ليموبيليزاسيون، وما تيأوغمونتوش بيان سور لا فالور ديال هذيك ليموبيليزاسيون اللي بدلنا البار بريس ديالها. Toujours avec les entretiens et réparations, cas particulier, tu dis la voiture de tourisme. Qui manque comme la voiture de tourisme, tu vois, dis-moi. Lèche, parce qu'il manque comme un rail de 3000 de la TTC, alors qu'on a laissé 9 000 à l'entreprise acte un an, tu vois, pour que ça coule là. Soit on fait crédit leasing ou l'ordonnance crédit bail, ou mais on a dit, je vois, c'est ça, dotation d'exploitation aux amortissements. Voilà, je vois, entretien et réparation. Les entretiens et réparations sont comptabilisés pour le montant hors taxe, normalement. C'est-à-dire, il y a l'adhier. Alors, les entretiens et réparations sont comptabilisés pour le montant hors taxe. L'arcage de le compte des entretiens et réparations fiquent, qui est la classe 6. D'accord? Ou la classe 6 normalement sont comptabilisés pour les charges qui sont hors taxe. C'est-à-dire qu'il y a un cas particulier, vous faites ce qu'on a la voiture de tourisme. À des entretiens et réparations, on a la voiture de tourisme. Donc, en fait, dans ce cas, les entretiens et réparations qui concernent les voitures de tourisme sont déductibles pour leur montant TTC, car la TVA est non récupérable pour ce type d'immobilisation. D'accord? Alors, la TVA est non récupérable pour la voiture de tourisme. Alors, la TVA est non récupérable pour ce type d'immobilisation. La TVA est récupérable pour le compte TVA récupérable sur immobilisation. Alors, peut-être le montant tel quel TTC ou d'usage, maintenant, le matériel de transport actif immobilisé. Donc, les charges, les entretiens, réparations ou les charges les ont à la de la voiture de tourisme, ils sont comptabilisés pour leur montant TTC. D'accord? D'abord, l'entreprise a acheté un garage, bien sûr, les voitures sont agréées ou tirées de la facture. Ou d'abord, l'entretien, réparation de la voiture de tourisme, il y a bien sûr, qui entre dans le patrimoine de la société ou comptabilisé, il fait partie du matériel de transport. Bien sûr, avec les entretiens, réparations, à travers la facture, il y a le garage, la société. Bien sûr, avec le garage, il y a tirées de la TVA, bien sûr, il y a la TVA à la société. Bien sûr, avec le montant, bien sûr, avec l'entreprise, tu comptabilises 12 parmi les entretiens et réparations de le montant de l'eau TTC. D'accord? Chez les cas. C'est-à-dire qu'à particulier des voitures de tourisme, ou mais je vais obtenir, je vais traiter les dotations d'exploitation aux amortissements. Bien, dernier, nous sommes dans la dernière de la vidéo de l'année, la vidéo de l'année. Je suis venu faire location, charge locative, je suis venu faire crédit leasing ou le crédit bail, les redondances de crédit bail, je suis venu bien sûr les entretiens et réparations. Bien sûr, la vidéo, je suis venu faire une vidéo, je vous fais le juge des comptes, bien sûr, prime d'assurance, je vous fais la publicité. Le juge des comptes, bien sûr, je vous fais une médicale, avec je vous fais des salariés, le juge des comptes, et prime d'assurance, je vous fais une médicale. C'est la publicité, je vous fais une médicale, après je vous dis de vous faire une vidéo, je fais une vidéo, mais je vous fais une vidéo. حاش كاين بزاف د الامور كاين بزاف ما يتطريطا كاين بزاف ما يتقال، انا حاولت ما امكن ان الفيديو يجي قصير شويه داكور، ولكن الفيديو رقم 9 بيان سور غادي يكون شويه طويل لحقاش كاين بزاف ما يتقال في هاد جوج ديال لي كونط. بهذا غادي نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى انني تكونوا استفدتوا معايا في هاد الفيديو هذا النهار هذا اللي كان فيديو رقم 8. الى الفيديو ان شاء الله الفيديو رقم 9 غادي يكون ان شاء الله الفيديو الجاي، نتمنى من الله انني نلقاكم في صحه جيده، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.